اللي بدك تتحدى سوريا مالك عدى في مين بيحمي الدار وانت واقف ضده يا شباب سوريا يلا قوموا يا رجال لا نحمي الوطن الغالي من بشر والهندال كيفك؟ والله تمام. ايه شو ذكرتني لما كنا نطلع على المعتقل هيك اللي ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك طا لسه ما يلحق يعمل هيك طا على طرق كفوف ولا الصبر لك اي شغلات قديمه. نحن هي قصه الكف والقتل هذول صاروا كثير سهلين بالنسبه لنا. نحن اخر شيء وصلنا له كنا شو نعمل نسلخ له جلده على سلخ جلد سلخ جلد وحرق سلخ جلد وحرق سلخ جلد يعني نكره عيشته. ونحن كمان عملنا سلخ الجلد سلخ الجلد كان على رايحه وجاي يعني كمان انتم عملتوها ما في كل يوم نسلخ جلد يا سيدي عن جد في شغلات مو طبيعيه. نحن في مره الشغلات اللي كنت استمتع فيها امتى وقت نروح بدنا نعتقل حدا نفوت لعنده على الحاره نفلج العالم تلاقي الناس كلياتها هيك متجمعه حوالينا شو في شو عم يصير نحن وين بروسلي وين فان دام وين جاكي شام بوم نرفض على الباب نفوت لجوا تعال هون ولا ونسحبه من بين ايدين امه طاخ 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 يا طاخ سيدي يلا. هذا اللي عم تحكيه كثير جميل. هو شوف سبحان الله تعددت الافرع والوسخنه وحده ايه طبعا بس نحن لما كنا ندرى انه في واحد عم يصور شلون انتم كنتوا تفوتوا تعتقلوا يعني شو كنا نعمل شو هو ما بيرفع الكاميرا هي بالقناص بس طبعا شو حاول هاي الرصاصة مو تيجي بالكاميرا لكن براسه يا سيدي انتو غلطانين. نحن عملنا شيء اهم. نحن شو صرنا نعمل حالنا مثلا وين هذا هون بهالمكان نفوت لعنده على البيت نعفطه متى ما صار عنا بدنا نقتله بدنا نبادله بملايين بدنا بنعمل يعني في عنا 100,000 قصة لنعملها. اشتغلوا على هذا الموضوع وتعلموا منا. هذا في شيء له علاقة بمنهج الوسخنة والقذارة يعني. بس بدي اسألك استخدمتوا الكهرباء؟ الكهرباء من زمان يعني نحن خلصين منها يعني بسيطة الكهرباء يا سيدي. نحن لما بتذكر استخدمنا الكهرباء كانت الكهرباء مقطوعة بمخيم اليرموك ومخيم فلسطين وواصلة للسانه للمعتقل. يا ويلي عليكم سبحان يا سيدي. الله كل شيء كان عم يتغير. لا يعني هلا انتم معروفين بوسخنتكم يعني مشغلين شغل على حالكم منيح يعني. اخي شوف بالوسخنة كل شيء بصير. اي طبعا طبعا نحن عملنا شغلات يعني انا بتذكر يعني انا اخر متابعات على الفيسبوك الناس مبهورة جدا بقوتنا مبهورة جدا باجرامنا بالدم اللي عم نشتغل عليه يعني يعني حتى هي الدم اللي نحن اخر فترة كثير اشتغلنا عليه يعني هذا شغل ما مو اي حدا وصله يعني. هاي واحد من عندنا هذا وين رايح؟ جماعتنا بيتورتنا لوين فايتين يعني يعمل شو بده يعمل؟ بالله عم نفكر هلا الرقة بدنا نروحها كلها الرقة؟ نحن عم نروح الرقة يا حرق عرضكم شلون مش انتم يا عمي لمين تابع؟ حزير شو عملنا اخر مرة وقفنا واحد على الحاجز شو عملتوا؟ كمشتوا هيك قلت له كم ركعة صلاة الصبح؟ قال لك ما بعرف بوم اذبحوا كم شو؟ كم ركعة صلاة الصبح؟ ما بعرف طب اذبحوا نعرف ان نحن طلعناها ليه شوي اذا انا سألته نحن طلعنا هاي القصص اذا انا سألته كم ركعة صلاة الصبح هو ما عرف بتركه ليش تتركه؟ لانه بيكون ما بيعرف يصلي معناته واحد ما له ارهابي لا بالعكس ما بيعرف يصلي معناته كافر ده ايش هلا انت زوقت الحاجز واحد سالته صايم قال لك لك لحظه شوي انت من وين شو من وين من هون لك فهمت من هون انت من مين انت يعني لمين تابع تابع لنحن جنود الاسد الشبيحه انت شبيحه لك شو انت من اي فرع مو تبع جميل حسن انت لك انا داعش شو داعش يعني لما نحن اعداء يعني ده ايش شوي انت مع داعش لك شو عم تحكي صار لك ساعه عم تقول فكر عن جميل حسن انت لا نحن داعش انا داعش لحظه شوي انت وين الحاجز تبعك ليش خربطني انت ثواني شوي هلا انتم مين عم تحاربوا عم نحارب هذول السوار اللي مفكرين حالهم مسلمين في منهم اللي مفكرين ليش عم تحاربوهم هلا في منهم بدهم حريه ايه نحن ما عندنا بدنا حريه الحريه مو هي هذا كله اكل هوا هذا كله جاي من الغرب انتوا اللي بتعمل لي انه انت بدك حريه مسلم مسيحي غير مدري شو طائفي مطائفي انتوا اللي ما في حريه هذا انتوا اللي بتقولوا انه الحريه والديمقراطيه حرام طبعا حرام ليش حرام انت جاي من الغرب هي كلها كذب هذا نفاق حبيبي حرام لانه نحن عندنا سياده الرئيس بشار الاسد مقاوم معناتها الحريه حرام لا في اختلاف وجهات نظر كانه هلا نحن ما بعرف مختلفين ومتفقين ما بعرف متفقين ومختلفين شوف نحن بدنا حتى بتحسوا مطلع غنيه مختلفين ومتفقين لا حرام بتذبحها كلها بارضها لا غنيه مو حرام زكاه سياده الرئيس لا حرام شوف ما في خلينا نفوت موضوع ثاني نتناقش شي مره بس شوف انت وين الحاجز تبعك انا حاجزي هوني انا الحاجز تبعي هوني
بدي حاجز ويك. ايش بأي اوتيل نازل؟ لا انتو كمان زراف. ايه يعني احنا مزراف فيها. لا كمان زرافي هي. يعني هلا مرات الموضوع المهم. بس في مشكله شلون احنا اتفقنا؟ هلا انا في مشكله. لا في مشكله عند الكاتب السيناريست حيوان. في خطا بالنص يا بالنص بدنا نعتقله بالنص او بالنص. هلا الجيش الحر هون. ايه نحن من هنيك شو عم نعمل؟ نطلع بطيارات براميل بوف بنقصفهم. ليش؟ لانهم بدهم حريه وهذا حب يعني ما بصير. نحن نفس الشيء جيش الحر مو بالنص بوم ننزل فيه قبس. طب نحن عم نعتقل مدنيين. ونحن عم نعتقل مدنيين. ممتاز. بس ما بدي اوصيك. ايه دعوش. ايه حبيب القلب. نعم. اهم شيء لا تقصفوا الحاجز لهنيك، هذا حاجزنا. بلاقي هيانات يا زلمه، بلاقي هيانات. استر اختها. طول بالك. نحن شي مره ضربناكم، شي مره اعتقلنا من عندكم حدا، شي مره قصفناكم، شي مره اخي اخذنا ناشط لك لونا الشبل بذات نفسها ما خطفناها، خطفنا ناس ثانيه جيبها لونا الشبل ما خطفناها. بدي اسالك سؤال. شو؟ قديش صار لك عم تخدم هون؟ صار لي زمان. في مره طلع برميل قصف عندكم؟ كلمته حق. لا حياتكم ما عملتوها، وانا بشهد لاخلاصكم معنا. انا ما حكيت، هي دعوش عم يحكي. مع مين عم تحكي بس؟ لا يعني بشكل عام. سياده الرئيس خطاباته. ايه ماشي يلا. مات اليوم حولوا على المسا نقصف مع بعض، بركي نقصفهم هالقصة. كفارة هذول كلياتهم عاد بيصلوا هذا تبع الجيش الحر. في بيصلوا حنين بحالهم مو هيك الصلاة. ماشي ماشي نحكي هذا الموضوع طويل. يلا بنبدا. كيف بالك حالك؟ تمام. اليوم على الستة. ها بكرة بعد القفلي راح تخلص هالشغلة، بكرة بعد القفلي راح تخلص هالشغلة، نرتاح من الجوية ومن هيمنة الدولة. ولا مين يشحق اخوانه ولا ينذل وينهانه، ولا مين يشحق اخوانه ولا ينذل وينهانه، كله يتثبت في مكانه، كله يتثبت في مكانه، يبقى كويس ومفيد لمسيح عنه. لا مسيرة ولا تغيير، هلا الشعب يريد. لا مسيرة ولا تغيير، هلا الشعب يريد. رح يسقط غصب عنه ونصف جديد بجديد، والواحد عنده قضية رح يعرضها بحرية، والواحد عنده قضية رح يعرضها بحرية، ويحترم الرأي الآخر وتصير العيشانية. ولا رح نزعل أو نغضب ولا نتقاتل أو نعتب، ولا رح نزعل أو نغضب ولا نتقاتل أو نعتب، ولا واحد فرده يسحب، ولا واحد فرده يسحب، ولا رح تمثل إلا مسيحة.